المجلس العسكري بيكرر سيناريو اللي حصل مع الدكتور عصام شرف، ان هو بيقلل من صلاحياته، بينجس حاجة، الناس بتسرع زي ما صارت على الدكتور عصام شرف ومشته، فهم عاوزين يكرروا المخطط مع الدكتور محمد مرسي بحيث ان هو في الفترة بتاعته ما ينجس حاجة، الشعب بيقولها ما عملش حاجة، وبالتالي هنقوله فشل ايه المشروع الاسلامي بصفة عام. يعني مطلوب اللي فعلا اللي هو الاعلان اللي هو المكمل بتاع المجلس العسكري اللي هو فعلا يزال، والرئيس يعني يعطى صلاحيات حقيقية. يعني الواحد اصلا شايف اللي مثلا الرئيس عمل مثلا علاوة اللي هي 10 أو 15%، ورفضت وزيرة التضامن الاجتماعي اللي هي تمضي، قالت لك لازم المجلس العسكري هو اللي يمضي عليه. فاصبح الوقت الواحد بيستشعر ان المجلس العسكري دولة داخل الدولة او دولة او دولة فوق الدولة. فمن العدل عشان يحاسب الرئيس او تحاسب مؤسسة الرئاسة انه تطلق يده ويعطى صلاحيات كالدول الاخرى. يعني يستحيل رئيس دون صلاحيات لا يستطيع ان يحقق النهضة اللي وعد الشعب به. وطبعا احنا جينا من الثلاث برضه في القضاء الاداري هيبقى في حكم، وللاسف احنا خايفين جدا ليكون هذا الحكم خد الامال هيئة تأسيسية اللي هي خلاص يعني او شغل هي تنتهي من الدستور، ممكن يلغيها، تبقى حاجه مخيبه للامال، والبلد تخش في يعني في معترك صعب جدا.